طبعا شريت الكاسيت كان لها طعم وكان لها رتم وكان حقيقي يعني قوي تاني يعني، غير انك تبدا تشغل الاغنيه تقدم دلوقتي في ثانيه تاخذ، بس هناك كنت بتاخذ من بدايتها للاخر. تمام. اخر شريط كاسيت اشتريته كان لحميد الشاعري، وكان اغنيه كده كان فيه اسمها جمالها حكايه. عندنا صندوق مليان شرايط كاسيت تقريبا، كان عمرو دياب ليلي نهاري او حاجه زي كده. انا اخر يعني حاجات كنت بحب اسمعها لفؤاد، لعمرو دياب، لمنير طبعا الكينج. الجيل ده يعني احنا عشنا عليه، ايهاب توفيق ومحمد فؤاد، واحب طبعا اشوفهم كلهم زي هشام عباس، مصطفى قمر. محتفظ طبعا بهو محمد فؤاد، انا لسه لحد دلوقتي عندي الشريط ده، لان الشريط ده له ذكريات حلوه يعني معايا، فلحد دلوقتي الشريط ده عندي. عندي الشريط اللي محتفظ بيها لحد الان، ممكن تلاقي مثلا عمرو دياب تمام و حميد. احب اسمع لحميد، حميد الشاعري من عمرو ده، اسس كل التيم اللي كان طالع في التسعينات ده، كان مصنع حميد. انا من مواليد 86، فانا عشت فتره الكاسيات كلها. لا دلوقتي اليو اس بي، الام بي 3 اسرع واخف.